يقول السائل: هل العمرة لها طواف وداع؟ ليس لها طواف وداع واجب، لكن إذا طاف عند سفره فهذا أحسن وليس بواجب عليه، إنما هذا واجب في الحج، يجب طواف الوداع للحج. أما العمرة فلا يجب لها طواف وداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المعتمرين بأن لا يخرجوا حتى يطوفوا للوداع، وإنما أمر الحجاج فقط. نعم.